بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية تبدأ تقرصها على بعض المصطلحات المتعلقة بالسفر عبر المطار. إذا نتكلم عن السفر عبر الطائرة، إذا كان نلاحظ عندنا فوكابيلير. إذا نتكلم عن مصطلحات، إذا عندنا أول كلمة كما نلاحظ ليغوبور، إذا نتكلم عن المطار. ثم عندنا كلمة لافيون الطائرة. ثم عندنا لاكوي، إذا نتكلم عن الاستقبال كما نلاحظ لاكوي، أو ليزانفورماسيون، إذا نتكلم عن المعلومات، استشارات أو معلومات إلى غير ذلك، ليزانفورماسيون. ثم عندنا أنغيشي، إذا نتكلم عن الشباك. ثم لوتيس دولار، إذا نتكلم عن المضيفة لوتيس دولار، أو نقول ستيوارديس. فيما يخص المضيف، إذا نقول ستيوارد، لو ستيوارد، إذا المقصود بالمضيف لو ستيوارد. ثم عندنا لو كوموندون دو بور، المقصود به لو بيلوت، إذا نتكلم عن الربان، سائق الطائرة بمعنى آخر. من ضمن الكلمات أيضا المتعلقة بالرحلات عبر الجو، إذا عندنا كلمة لو ديبار، تأتي من فعل بارتير، فعل انطلاقة. إذا لو ديبار المقصود به الانطلاقة، نقول مثلا بأن الانطلاقة ستكون في الساعة كذا وكذا. إذا لو ديبار عكسها لاريفي. ثم لابورت يعني الباب، لاكو يعني الصف، لاكو الصف. ثم لومباركومون، هذه تجي من فعلين عندها علاقة بجوج الأفعال، عندنا لو فيرب امباركي أو بيان لو فيرب سومباركي أو بيان لو فيرب سومباركي. في الحالتين المقصود بها متر دون زامبارك، متر دون زامبارك، يعني أنك تضع في زورق، أنك تضع في زورق، مجازا أنك تركب أو تركب، بمعنى آخر أنك تركب الطائرة أو تركب شيئا في الطائرة. إذا نتكلم عن لوفاب أمباركي، أنك تضع في الطائرة، أنك تضع في المركب، أنك تضع في الزورق، أنك تضع في السفينة. ثم عندنا لوفاب سومباركي، يعني أنك تركب في الطائرة أو تركب في السفينة إلى غير ذلك. إذا نتكلم هنا عن لومباركومون. ثم عندنا كلمة لوسياج، لوسياج، طبعا كلمة لوسياج تأتي في معاني كثيرة. إذا نتكلم مثلا عن المقعد كما عندنا هنا، المقعد يسمى لوسياج، ممكن أن تعني مثلا المكان الذي تلتقي فيه الإدارة، ممكن نتكلم عن مكان الإدارة حيث يكون اجتماع خاص بالحكومة مثلا، أو يكون هناك اجتماع مثلا خاص بشركة ما، إذا ممكن نتكلم عن لوسياج. طبعا لها معاني أخرى غير هذا. إذا عندنا هنا لوسياج تعني المقعد. ثم عندنا كلمة لو ديكولاج، إذا نتكلم عن الطيران، فالأصل عندنا إزالة الالتصاق، إزالة اللصاق أو الالتصاق. نتكلم عن اللغة كولي، يعني أنك تلصق، ديكولي كما نقول أنك تزيل هذا اللصاق. طبعا مجازا هنا نتحدث عن افتراق الطائرة عن الأرض، وكأن اللصاق الموجود بينها وبين الأرض يزال. نتكلم عن لوفاغ ديكولي، إذن بمعنى آخر طيران الطائرة، ومنها كما قلنا لو ديكولاج. ثم عندنا لو فول الطيران، بمعنى آخر تعني السرقة، بمعنى آخر تعني السرقة، ومنها فعل فولي يعني طارق. ثم عندنا أن بي دافيون،
إذا نتكلم عن تذكرة الطائرة أن بي دافيون أن بي دافيون ألو غوتور أن بي دافيون ألو غوتور أن بي دافيون ألو غوتور. إذا نتكلم عن تذكرة الطائرة ذهاب وإياب ذهاب ورجوع أن باسبور أن باسبور. إذا نتكلم عن جواز السفر أن بياس ديدونتيتي. كما نتكلم عن قطعة التعريف نقصد بها هنا وثيقة التعريف أن بياس ديدونتيتي وثيقة التعريف. أحيانا نتكلم عن لا كارت ديدونتيتي. إذا نتكلم عن بطاقة التعريف. ثم عندنا النوعيغ المقصود به التوقيت النوعيغ. إذا التوقيت ممكن أحيانا تطلب توقيت مرور القطار توقف القطار بمحطة ما. ثم عندنا لا سال داتونت لا سال داتونت. إذا نتكلم عن قاعة الانتظار لا سال داتونت قاعة الانتظار. طبعا لا طونت تأتي من فعل أطوند أنك تنتظر. ثم عندنا لباجاج لباجاج أما إذا نتكلم عن الأغراض التي تحمل في اليد لباجاج أنصوت. نتحدث هنا عن الأغراض المحمولة في الطائرة. هناك أغراض توضع في الحقيبة طبعا وتوضع في الطائرة. ثم عندنا الفوياجور تأتي من فعل فوياجي ومنها الفوياج الفوياج يعني السفر. إذا الفوياج مقصود به المسافر بالمؤنث نقول لفوياجوز لفوياجوز. ثم عندنا لابيريساج لابيريساج. طبعا كما تلاحظوا بأن الكلمة تتضمن كلمة لطيغ لطيغ يعني الأرض نقصد به العودة للأرض أو النزول على الأرض. إذا نقول لابيريساج. مثلا القمر يسمى لالين النزول على القمر. فالنزول على القمر نقول لالينيساج لالينيساج يعني النزول على القمر. هنا عندنا الأمر يتعلق بالنزول على الأرض إذا نقول لابيريساج. ومن فعل أطيغيغ أطيغيغ. طبعا لابيريساج هذه عكس كلمة لو ديكولاج لابيريساج عكس كلمة لو ديكولاج. ثم عندنا لا كوريسبوندونس لا كوريسبوندونس المراسلة عندها علاقة بفعل كوريسبوند كوريسبوند عندها علاقة بفعل كوريسبوند يعني رسالة. تأتي في معنى آخر بمعنى الموافقة لا كوريسبوندونس ممكن أن تعني الموافقة. ثم عندنا ليسكال ليسكال يعني الرسو بمكاننا بمعنى آخر النزول بمكاننا. عندنا النافيو طائرة. ثم عندنا الباسبور إذا نتكلم عن جواز السفر. ثم أن بي دافيو تذكرة طائرة. ثم عندنا أن إيكيباج إذا نتكلم عن طاقم أن إيكيباج طاقم طائرة مثلا أو طاقم سفينة إلى غير ذلك. ثم عندنا إن أوتيس إن أوتيس إذا نتكلم عن مضيفة إن أوتيس دولار إذا نتكلم عن مضيفة طيران أو في حالة المذكرة نتكلم عن أنستوا أنستوا. ثم عندنا أن بيلوت وبيا إن بيلوت في حالة المؤنث. ثم عندنا إن فاليز ثم عندنا إن فاليز إذا نتكلم عن حقيبة كما نلاحظ إن فاليز إذا عندنا حقيبة أو نقول أن باجاج أون سوت أن باجاج أون سوت. إذا نتكلم عن أمتعة أو أغراض في مخزن الطائرة أون سوت يعني في مخزن الطائرة. إذا نتكلم عن مكان مخصص لأمتعة بالطائرة. ثم عندنا أن ساك أدو أن ساك أدو إذا نتكلم عن حقيبة خاصة بالدار. طبعا في حالة أخرى نتحدث عن أن باجاج أما أن باجاج أما. إذا نتكلم عن أمتعة أو أغراض أو نتكلم
تحدث عن حقيبة أنها تؤخذ باليد. إذن هذا فيما يخص الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.